السلام عليكم. يا هلا والله. طب يا جماعة، من يومين سوز الأردنية اتحبس واتغرمت واتكفلت، وده كله ليه؟ عشان خاطر كلمتين قالتها. الشمع اللي وراه. كلمتين ما يستحقوش الهوجة دي كلها. اغلبكم طبعا عارف ان البنت دي بنت دي على نيات. من كام شهر قبل رمضان بالظبط اتخانقت مع ابوها في لايف، وراحت وهي بتتخانق مع ابوها قلت ادبها شويتين، بس نرجع ونقول هي وابوها، وقالت له من ضمن الكلام ده الشارع اللي وراه. واول ما الناس سمعت الكلمتين دول حبوهم وبقوا يقولوه، واتعمل عليها ترند مخصوص عشان خاطر الكلمتين دول، وده يعتبر اللي نطقها. وبقينا بنشوف الكلمتين دول بيتقالوا في الاعمال الدراميه. ممثلين كتير طلعوا في رمضان وقالوا اذا ان الكلمتين دول مش مخلين للادب قوي، عشان خاطر تقول الشارع اللي وراه، يبقى كده بتهد قيم ومبادئ العيلة المصرية. ولكن لما البنت دي طلعت والحظ ضرب معاها في الكلمتين اللي هي قالتهم دول، وكانوا هم سبب شوكتها الاكتر، ثلاث ارباع الناس ما بتحبش الخير لبعض، فراح حد قدم عليها بلاغ من غير ما تدري، لحد ما طلعت الامارات ورجعت. واول ما رجعت راحت محبوسة على طول واتغرمت ب 300,000 جنيه، 100,000 جنيه كفالة، يعني 400,000 جنيه، وحبس كمان سنتين. والبنت لو شفتوها هتلاقوها على الله، اللي في قلبها على سنة، يعني مش من نوع خبيث كده، وغير كده كمان صغيرة، ده حوالي بتاع 18 سنة، يعني عيلة. غير برضه قبل كده طلعت ومعاها ابوها، وابوها كان حابب الموضوع ما عندوش مشكله، انا وبنتي بنتخانق ما حدش ليه فيه، وطلع عمل معاه على الترند قبل كده، وطلعت وضحت قبل كده في فيديو واعتذرت له قدام الناس كلها. وفي الاول وفي الاخر الخناقات دي بتحصل في ثلاث ارباع البيوت الشعبيه، لكن طبعا تم تغريمها وحبسها. في بيت اللي نصلحها من تحت النايمه، في بيتك نصلحها. صلحها. مش عارف ليه ده كله، هل انتوا شايفين ان الموضوع يستحق ده كله عشان خاطر كلمتين؟ ولو هنيجي نحسبها، طب ما في ناس كتير عملت على الساوند ده، في ممثلين كتير طلعوا وقالوها في مسلسلات واعمال دراميه وتلفزيون، بقى مش تيك توك، يعني حاجه كل الوطن العربي بيشوفها. لو هنيجي نعاقب حد ما نجيش على الغلبان ونيجي على كله بقى، وكل الاعمال الدراميه اللي قالت كده كلهم يتحبس، طالما الكلمتين دول بيهدوا القيم العيله المصريه. شايف ان الكلام احاقي قوي، في ناس ربما بتطلع على التيك توك بتعمل احاقات وبتقل من منظر الدوله كتير، وبتطلع تكب دقيق قهوة وبدو ومسخرة، بتحصل مزهلة، بتدي صورة وسخة عن المصريين في الخارج ومحدش بيعمل لهم حاجة. فلو هنيجي نعاقب نعاقب كله، نمشي مظبوط بقى ولا ايه؟ لكن سايب لكم انتوا الرأي في الكومنتات، ولكن كل واحد وليه قوانين. خلينا نخش على الفيديوهات. رسمي بالزم رقص الجن، قطع اخصام وسيح الزبدة، حطه في الطاسة شو كوكم البقين اللي هي بتاعت طولهم غلبانة، والله العظيم غلبانة، وكل اللي حواليها دول كلهم عشان خاطر لما اتشهرت مش اكتر ولا اقل. اصلح هي كده الدنيا، اول ما تديك وكده تلاقي كله بيقرب من حواليك، وكله عايزك، وكله انت امور وانت حلو وانت جميل. هدي وقعت في شدة ايه، هتبين لها مين اللي وقف معاها ومين اللي طنشها وحلقها. ده اكبر درس البني ادم بيتعلمه. لكن اللي بعض، شنو اسوا دولة سافرت لها؟ صراحة يعني مصر، القاهرة. ليش؟ فيها عدد سكاني مرة كبير والنظافة مو بزيادة. معلش هنموت لك الناس اللي موجودة، هنقول لهم ما تعشوش في بلدكم عشان خاطر حضرتك مش عاجبك العدد السكاني. وبالنسبة للنظافة، المرة الجاية لما تيجي هنحط لك ورد في الشارع، انت مرضي؟ الدلع يا جدعان. اللي بعضه، انتوا فاكرين انكم مش هتشوفوني تاني؟ على فلوس كده ولا ولا اي رد فعل. لا حلو. اللي بعده، لما ارتبط بواحده فلاحه ولا عاوز التوكه بتاعتك. انا عايز اقول لك حاجه، قلبي دي مش روشانه بالنسبه للجيل الجديد. تاكدي لو هو بيحبك بجد مش هيطلب منك الحماله بحجه عشان خاطر البس، عشان ابان جامد بقى في وسط الناس ان انا بص بعمل ايه. لو بيحبك هو مش هيعمل كده، مش هاخد منك حاجه باين اللي معايا دي شمال، انت لو قلتلي بيها موضه وان دي حاجه عاديه، لا دي حاجه مش عاديه ودي قله ادب. والراجل عمره ما هيكون بيحب بجد وياخد منك حاجه زي كده ويعلقها في ايده. اي حد او اقل حد هيشوفها في ايده هيعرف ان انت بتشمل. دي مش روشانه بالنسبه للشباب عشان خاطر ابان جامد وان انا مقطع السمكه وديلها وبكلم دي وبكلم دي وبص مدياني ايه. غلط. فوق اللي بعده، تحب تمر الجوار؟ عايز تشوف متلازمه الجوار تاني؟ خش واعمل بيوت على متلازمة الجيار، روح يا جيار. انا احترت لك بصراحة، شوية تقول نصايح وشوية تطلع تقول انزل يا جيار. دي مع دي ازاي بقى؟ تعرف اللي بعده، تعرف الفنان كريستيانو رونالدو؟ مين ما يعرفش كريستيانو رونالدو؟ عارف مش بيغني مهرجانات هو؟ مهرجانات هاي؟ صوته حلو بصراحة، أنا دايما أنا ليه المهرجانات بتاعته كلها معايا. بتسمع ليه طوالي؟ على طول بسمع كريستيانو رونالدو، أمال إيه؟ فنان. صوته جميل بصراحة، مهرجاناته تتسمع كده حاجات يعني ايه، تخش القلب كده. اخر اغنية كان بيقول على الطلاق كله بيكذب، دخلت كزبرة في كريم كريستيانو في رونالدو. الطلاق كله بيكذب، على الطلاق شقلب وقلب. احنا ما نعرفش نقول ما نعرفش يا جماعة، لازم نبقى عارفين كل حاجة ونتكلم فيها كده. قال احنا مصريين يلا، يعني اي حاجة في دماغك انت تتخيلها احنا لنا فيها ونعرفها، مفيش حاجة تستعصى علينا. اللي بعض، كل واحد يعرف طبيعته. في بعض ناس كتيره بتكون كده، منهمش فايده غير التقطيم واللوم، لان هم تافهين وحاقدين وما بيحبوش الخير لحد، فدايما تلاقي النوع ده في حياتهم.
الانواع والصفات اللي بعده. ماما عرفت اننا بنتكلم هنعمل ايه بجد والله يا ياسمين جاي تقعد معاك بنت جدع ايه مهربتش بحبك بجد مش وقت الجد بتخلع لو وقت الجد بيخلع او بتخلع يبقى ما كانش بيخلع هي هنا البنت بتحب راحت على طول تقعد مع امها مش عرفت انا راح اقعد معاك هخلص الموضوع اه يا جدعان اللي بعده البعد بيتعب لو البني ادم بيحب كده اه بيتعب بس مش للدرجه اللي في دماغك يعني الراجل دايما بيحاول ان هو ايه يشتغل يعمل مش عارف ايه يلهي نفسه كذا حاجه لكن مش معنى العقاب البعد بالعكس لما يحصل بينكم انتوا الاثنين مشكله تيجي انتوا الاثنين تبعدوا البعد هنا بيكون غلط على الاثنين بيأسي المشكله ما بتكونش اتحلت ثالثا بيؤدي للانفصال بين الاثنين يعني هو قلبه يجمد عليك وانت قلبك يجمد عليه وتقعدوا كل واحد في دماغه مستني الثاني يبادر وهو مش هيبادر لان هو مش غلطان وانت لو انت ما تعترفش بغلطك برضه غلط الاعتراف بالحق فضيله لما تكوني غلطانه قولي ان انت غلطانه لكن صعب عليكم ان انتوا تنطقوها لا ما بقولش ان انا غلطان اطلع كوبري والف وانزل ودائري ومش وانت اللي غلطان بره مش كده لو عدت مره تانية مش هتعدي الثالثه البعد هنا ما بيكونش حل بالعكس لازم تواجهوا وتحلوا مشاكلكم عشان تعرفوا تتعايشوا وما تكرروش الخطا تاني فاهمين بالي ربنا ايه اللي بعده شايفني بس مش شايف ريح بتهز عصبك والله حلو برافو دي رصيه يا جماعه لكن شايفين الحركات والله برافو فيري جود نايس جير حلو عجبني اللي بعده يا اختي والنبي ما تتكش عليه قوي في حوار ما تخنيش ده في الحلال ربنا محلل اربعه انت في الحرام عايزه لك لوحدك اه همبرجر اللي بعده في الليالي كمل بناديك مشتاق لعينيك وحشني لقاك زالي مشغول بهواك فين يا جدعان البنات بتموت عليهم ارجوك ما تتجوزش انا معجبه بيك افضل قاعد لا بقى وراح بالنفس حظ لاعب اهو لبعض صايح هم يزولوني وانا على قلبي مراوح يا باشا دول تكييفات ده تكييف صحراوي مال طبعا اللي بعده لما يكلم في غيابك 100 بنت ده مش معناه انه خاين يا ظلمه ده معناه ان غيابك محتاج 100 بنت علشان يعوضه فهمت يا متفكير سطحي يا محدوده برافو عليك فهمان يعني عبط احنا بقى جدع حتى لو بتقول الحاجه ديت وبتضحكي بقى على نفسك بتضحكي على نفسك احلى ما حد يضحك عليك انت فاهمة بالي لا فينك يا ام عيالي كتير تبقى فاهمه بالي اللي بعده لما يرجع وريحته شاورما وطوميه وما يجيبليش معاه برضه ما عندوش حاجه كنت خدها معاك يا جدع كفايه يعني لو جبت لها سندوتش ده انتوا اتنين اللي بعده احل عني يا محمد بليز مش وقتك يا محمد مش وقتك ولا وقت زواجك تركني بهمي وبقرفك يا بنت بيغير عليك يا بنت هو انتوا بتحبوا الديوسه مش فاهمكم بجد اللي يغير عليك كده ويقعد يعمل الحركات دي يبقى بيحبك يا متخلفه انما اللي سابك مع الرياهه ومرياها ومطرياها على كله دوت ده يتحكم في لبسك حاجات فيك عوراتك ما تبانش ايه العيب في كده وايه اللي بيضايقكم من كده انتوا بتحبوا ها شعب عجيب يا جدع اللي بعده وانت رايح تخطب عايزك تركز على كام حاجه معينه عشان انت بتبهبل وطبق الجيلي اللونين ده بيبقى لهيك وخلاص وهما بيبقوا عاملينه عشان كده بيبقوا عاملينه عشان يتوهوك وتنسى انت رايح ليه تركز على ايه بقى سيبك من شكلها هي كده كده بتبقى طالعه من عند عم صنقر الحلاق واخده فوطه سخنه واخده ومروقه فهتبقى شكلها حلو عشان يليفوا الزبون تمام ركز على الكلام اللي هيتقال وشوف هي عماله تحايل فيك ازاي وتعمل لك ايه وكل حاجة طيب وحاضر ونعم وتلاقي الكلام ده كله جميل الكلام ده بيحصل ليه؟ عشان بعد الجواز مش هتشوفه ده بيبقى عرض خاص افتكر بقى اللي جات حبيبتك فيها كده وانت داخل تخطبها وحاولت تراضيك ازاي عشان بعد كده هتشوفها وهي ضربلك البوز باشا في طلاق في خدق وكذب وغش بعاد البني ادم مش هيتلوي دراعه
بتغشي وبتكدبي وبتحوري وبتعملي مفيش مشكلة، مش عارف اطلعك عشان ماضي على حاجات كتير مثلا او على مؤخر كبير ولا ولا ولا، اروح اتجوز عليك وخليك زي البيت الوقت. الدنيا مليانة الحلول والشرع بحل الاربعة اللي بعضه. قول ايه لما حد يضايقني اليومين دول؟ انا مجرم سافي العينوه من قلبي بقول لك فاك يو. الشتيمة جامدة جدا. عالم شتيمة. اللي بعضه. ابراهيم روضة ازيك؟ الحمد لله، وانت ازيك؟ الحمد لله. بنتك؟ اه بنتي. شايفه شبهي ازاي؟ اه جدا ما شاء الله. اسمها ايه؟ ايلين. ايلين؟ فاكر الاسم ده انا وانت كنا مختارينه. فاكر يا ستي. تفتكر النصيب اللي فرقنا هو اللي خلاني اشوفك صدفه النهارده؟ جايز، وجايز برضو النصيب خلاك تشوفي ايلين عشان تسلمي عليها. ربنا يخليها لك. مش محتاجه حاجه؟ ربنا يخليك. تسلم. طيب خلي بالك على نفسك. وانت كمان. عن اذنك. كل واحد بياخد نصيبه في الدنيا مهما ان انت حاولت ترتب وتعمل، ولو كل الظروف ما هيقالك وانت مالكش نصيب في البني ادم ده مش هتقدر. وان الدنيا كلها معارضه وواقفه قصادك وباين ان الجوازه دي مش هتتم غصب عن التخمين. ليه؟ لان ربنا رايد كلها بتبقى حكم لربك سبحانه وتعالى هو اللي يعلمها واحد وتعرفها قدام، مش شرط تعرفها في نفس الوقت. صلي لله. اللي بعضه. عم مصطفى، هو انا ينفع اسال حضرتك سؤال بس من غير ما تنفعل وكده عشان صحتك في الاول والاخر يعني؟ اتفضل حبيبي. هو الشغلانه اللي انا شغالها دي اسمها ايه؟ عشان خطيبتي بتسأل وكده، فيعني اقول لها ايه؟ خدام. قال اختك بقى مش خاله؟ اشرب بقى. لبعضه. وتظن ان كل مصابيح الامل انطفأت، ثم يرسل الله من ينيرها لك. فوالله ما هذا الضيق الذي تمر فيه الا رسالة من عند ربك بان موعد فرجك قد اقترب. اصيب بالله وصب على الله وتوكل عليه، هو اللي في ايده حل كل مشاكلك وايده مستقبل العبد في التفكير والرب في التدبير، ومفيش افضل واحسن من تدبير ربنا ولا افضل من الخطه اللي ربنا رسمها لك. سيبها على الله وتوكل عليه. كل اللي عليك ان انت تسعى وتعمل تحت ايدك وتسيب النتيجه على ربنا، وربنا ان شاء الله يكرمك اخر طرف. فتفائل وسيبها على الله. وبكده ما فاضلش غير ان انا ودعك واقول لك اشوفك على الفيديو الجاي. في امان الله. جود باي برو، جود باي برو، جود باي برو. Goodbye, bro.